السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خيرا عنا يا مولانا. وإياك، تفضل. عندي سؤال في التفسير يا مولانا، جزاكم الله خيرا. تفضل تفضل تفضل. قوله تعالى في سورة الأنفال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. نعم، صدق الله العظيم. استفتح الكافرون ففتح الله بينهم وبين المؤمنين، فنصر الله المؤمنين. نعم. بقوله سبحانه وتعالى: وإن تعودوا نعد. فلما جاءت غزوة أحد وخالف الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد المشركين ليقاتل المؤمنين، ووعدهم الله سبحانه وتعالى بالهزيمة، ولكن في غزوة أحد قد انتصروا على المؤمنين. لا، وما انتصر على المؤمنين ليس لكونهم استفتحوا فيها، لا، ما هكذا انتصر، أو يعني عياذا بالله من الألفاظ إذا أخطأت فيها، يا ربي لا تؤاخذني إن نسينا وأخطأنا. الصحابة خالفوا أمر الرسول، بعض الصحابة خالف أمر الرسول، نعم، هم الرماة، فنزل بهم البأس لهذا. بس أنا أسأل فضيلتكم عن قوله تعالى: وإن تعودوا نعد. لا، عفوا، إن تعودوا للاستفتاح وأنتم على باطلكم نعد بإنزال عقوبة عليكم. نعم، هذا الوعد. ما استفتحوا يوم أحد. هل استفتحوا يوم أحد؟ لا، ما استفتحوا، استفتح أبا جهل في يوم بدر. خلاص، وحل به ما حل.